السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي ودرس من دروس القراءة بعنوان الحمامة المطوقة. هذا الدرس هو للكاتب عبد الله ابن المقفع، وهو كاتب فارسي الأصل، عاش وولد في بلاد فارس وهي إيران حاليا، وانتقل وعاش في عصر الخلافة العباسية في القرن الثاني الهجري. هذا الدرس من كتاب كليلة ودمنة الذي ترجمه عبد الله ابن المقفع للغة العربية من اللغة الفارسية، ومن أعظم الكتب في الأدب الفارسي وأيضا الأدب العربي. هذا الكتاب يجب عند أو هذا الدرس يجب عند دراسته ألا نقف عند حدود القصة البسيطة، ولكن نتعلم منه المغزى والهدف من دراسته. ففي كتاب كليلة ودمنة تجري القصص على لسان الحيوانات، وفيها نقد لأحوال المجتمع ومحاولة لتسليط على الجوانب السلبية ومحاولة إصلاحه. في هذا النص يتحدث أو في هذا الدرس يتحدث الكاتب عن قصة بعنوان الحمامة المطوقة، ومعنى كلمة مطوقة هي التي ترتدي طوق في رقبتها، عنوان أو دليل على القيادة. ففيه نتعلم فن القيادة، ونتعلم أيضا أهمية الصداقة وكيف يكون حال الصديق مع صديقه. نقرأ الدرس وبعد ذلك نتناوله بالشرح. زعموا أنه كان بإحدى مدن فارس مكان كثير الصيد، يتردد عليه الصيادون، وكان في ذلك المكان شجرة كثيرة الأغصان فيها عش غراب. فبينما كان الغراب في عشه إذ بصر بصياد قبيح المنظر على كتفه شبكة وفي يده عصا مقبلا نحو الشجرة، فخاف الغراب وقال: لقد جاء هذا الرجل إلى هذا المكان إما لقتلي وإما لقتل غيري، فعلي أن أراقبه حتى أنظر ماذا يصنع. نصب الصياد شبكته ونثر عليها الحب وكمن قريبا منها،